النهارده هنتكلم عن موقع جديد وهو موقع باك لايت كوين. الموقع اللي قدامنا على الشاشه ده موقع كويس جدا لربح عمله اللايت كوين، وهندخل دلوقتي نشوف طريقه التسجيل في الموقع. طريقه التسجيل في الموقع يا شباب، لو انت لسه جديد هتدخل على الساين ان هنا، هتحط كده عنوان محفظه اللايت كوين بتاعك وهتعمل ساين ان. طيب انا اوريدي عندي اكونت او عندي حساب في الموقع، لذلك انا هدخل على طول على الحساب بتاعي. لكن انت بعد ما هتحط عنوان محفظه اللايت كوين بتاعتك هنا وتعمل ساين ان، هيطلع لك شاشه تانيه او صفحه تانيه، هيبقى مطلوب منك ان انت تحط الايميل بتاعك كمان. يا دوب هتحط الايميل بتاعك وهتدخل ساين ان على طول، هتدخل على الحساب بتاعك على طول، طيب من غير تفعيل ولا اي حاجه. طيب انا هدخل على الحساب بتاعي على طول اهو من خلال كلمه ساين ان اهو يا شباب. دي الواجهه بتاعه الموقع، دي واجهه الموقع بتاع باج لايت كوين يا شباب. طيب ازاي نقدر نجمع من خلاله؟ بندخل هنا كده على جيت 30000 ساتوشي او جيت 30000 ساتوشي هنا كده. بعد ما ندخل يا شباب على الصفحه دي هنلاقي كده ان عندنا اربع خانات، اربع خانات اهم، كل خانه فيها 2000 لاتوشي. هندخل كده نعمل كولكت، نجمع كولكت برايز اهو، وبعد كده كولكت اذر بونص. هنرجع تاني للصفحه هنلاقي هنا ان هي خلاص هنا خدنا ال 2000 كولكتد. هندخل على اللي بعدها ونعمل كولكت، هنلاقي ان احنا برضو جمعنا دي خلاص. هندخل على اللي بعدها هنعمل كولكت برايز، هيقول لك ارجع لصفحه البونص اهو. هنرجع هنلاقي ان احنا كولكت خلاص جمعنا، وهندخل هنا كمان نعمل كولكت برايز، هنلاقي ان احنا الاربع خانات كنا اوريدي اهوت يعني بتجميع اللاتوش اللي فيهم. هنروح بقى ناخد البونص كله او ال 8000 لاتوشي اهو، نكتب على جيت ونستنى، وبعدين ندخل نحل الكباتشا عشان ناخد ال 8000 لاتوشي بتاعنا. نعمل الكباتشا وناخد على طول هنا، هنلاقي ان اللاتوشي اللي هو اللي احنا جمعناه نزل في الحساب بتاعنا هنا كده يا شباب. وبعد كده بدا العداد يعد 10 دقائق، كل 10 دقائق ممكن ادخل اجمع 8000 لاتوشي. موقع كويس جدا يا شباب. تمام، دي حاجه. طيب طريقه الدفع، هندخل على طريقه الدفع. زي ما اتكلمنا على موقع مون لايت كوين ان اقل مبلغ للدفع هو 500000 لاتوشي، بس لازم الدفع بيكون كل افري فرايدي يعني كل جمعه، بس لازم يكون معاك 500000 لاتوشي. تمام يا شباب، يعني لازم تكون جمعت 500000 لاتوشي. انا لحد دلوقتي جمعت 96000 لاتوشي في شغل يوم بس، يعني انا بدات في الموقع ده امبارح جمعت لحد دلوقتي 96000، يعني تقريبا 100000 لاتوشي، يعني بسهوله جدا ان انا في خلال اسبوع اجمع 500000 لاتوشي، يمكن اجمع اكتر كمان لو انا اهتميت ودخلت كل 10 دقائق جمعت، هجمع مبلغ كويس جدا من الموقع ده. تمام، برضو الريفرال كوميشن، لو دخلنا الريفرال كوميشن او الاحاله اللي هو انت بتدخل تجمع اشخاص يشتركوا في الموقع عن طريقك، بتاخد الرابط بتاعك ده اهو، بتبتدي ان انت تعمل له نسخ وتنشره في المنتديات الخاصه او المهتمه بتجميع العملات الالكترونيه المختلفه، بتاخد بونص 21% من خلال الريفرال بتاعك. يعني الريفرال بتاعك لما بيجمع انت بتاخد 21% من البونص بتاعه. ده يا شباب موقع باج لايت كوين، موقع كويس جدا، بندخل كل 10 دقائق بالظبط نجمع من خلاله اللاتوشي. رابط التسجيل في الموقع ان شاء الله هيكون موجود اسفل الفيديو. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.